السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ريهام جمعة، مدير تنفيذي في منظمة سنجان دياد. بيسعدني إني رحب فيكم بهذا المؤتمر اللي رح نحكي فيه عن تبادل الخبرات بين المنظمات، وإن شاء الله نطلع بنتائج ترضينا وترضيكم. طبعاً اليوم تجمعنا بقرية الجانبية بالريف الشمالي لجسر الشغور. طبعاً هدفنا من لقاء اليوم هو التشبيك وتبادل الخبرات بين مناطق إدلب، وأنا بتشرف مرة تانية فيكم لأنه حضرتكم اجيتوا من المناطق ومشان نوصل للأهداف اللي بدنا إياها نحن وإنتوا. نحن عندنا كوادر بس ما في منا مشتغل عليها، في عندنا ناس تعلم كمبيوتر، في عندنا ناس تعلم خياطة، عندنا ناس تعلم كوافير، عندنا بس ما في ناس تشتغل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج جولات لهذا الأسبوع يسره أن ينتقل وإياكم إلى بلدة الجانودية الواقعة في الريف الشمالي الغربي لمنطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب المحررة، حيث أن مركز بصمة الجانوديات أو منظمة بصمة الجانوديات تقيم مبادرة. هذه المبادرة غايتها التشبيك بين المنظمات والمراكز النسائية التي تعمل في مدينة إدلب وأريافها الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية، وأيضا المراكز النسائية العاملة في جبال الساحل السوري المحررة. هدف هذه المبادرة التشبيك بين هذه المنظمات لدعم الواقع المجتمعي الذي تعيشه المرأة والرجل في هذه المناطق. سنقوم الآن بحوار على هامش هذه الندوة لنلقي الضوء على واقع المرأة في المناطق المحررة. بداية بدي أسأل سؤال محوري وأساسي، ما الذي يفرق أو يعني يختلف بين واقع المرأة الآن في ظل الثورة في المناطق المحررة وواقعها قبل الثورة؟ هل واقع المرأة الآن هو إيجابي أم أنه واقع أسوأ؟ ما الذي أضفته الثورة على واقع المرأة في المناطق المحررة؟ مين بيقدر يحكي؟ ستم جميل، يا ريت بس اي واحد بده يحكي يعرف عن حاله بخلاصه سريعه ويقول رايه. هيفاء حاج محمود، معلمه في الساحل، مديره مدرسه نزين. شاركت بهالندوه هذه لانه المراه لها دور كبير بالمجتمع. طبعا كانت مهمشه بالاول، يعني من فتره وجيزه كانت مهمشه وما حدا ياخذ برايها، خلاص المراه بالبيت. بس هلا نحن يعني طلعنا بإنجازات، إنه طلعنا المرأة من البيئة اللي هي فيها وخليناها تشارك بمجتمعاتها، بمجلس المحلي، بالمدارس، بالمنظمات، اشتغلت مثل الرجل. يعني يعني هلا مثلا المرأة عم تاخذ راتب سعرها بسعر الزلمة، يعني ما في فرق. الرجل بياخذ راتب وهي بتاخذ راتب، معناته ما في فرق ابدا. انا هذا رأيي. أشكرك ست أم جميل. ست أم جميل رأيها بشكل عام أنه الثورة أضفت إلى المرأة دور جديد حيوي، أخرجتها من يعني قوقعة المنزل وقوقعة الزوج إلى عالم المجتمع الفسيح. مين بوافق على هذا؟ مين بوافق على هذا التوصيف؟ تفضل أستاذ. السلام عليكم، هدى سرجاوي، رئيس مكتب المرأة في مجلس محلي معارة النعمان وتجمع المرأة السورية إجازي في الحقوق. أنا برأيي أنه دور المرأة قبل الثورة كانت أخذي صح دورها في بعض المجالات، كتعليميا كان باستطاعة التعليم أكثر، تطلع تفوت كان أكثر. بالنسبة للعمل كان دورها بينحصر في المجال التعليمي أو الصحي، هاي على الأغلب. إنما العمل في مراكز صنع القرار، في العمل المؤسساتي كان دورها محدود، وهو هالمجال هذا كمان خاصة في المجال السياسي كمان كان محدود حتى بالنسبة للرجال، فهذا المجال كان محظور بسبب النظام الشمولي اللي كان بيحصر العمل السياسي الحقيقي على جميع المواطنين. بالنسبة للثورة هي يعني صح انه عطتها المرأة هامش حرية اكثر انه كالعمل بالمنظمات، انما حملتها مسؤولية اكبر، فصار الحمل على عاتقها اكبر. هي صارت مسؤولة عن البيت، عن الاغلب، عن الاولاد، بحكم انه ارتفعت نسبة الارامل في المجتمع، بحكم انه صار في نسبة كبيرة للعاطلين عن العمل بالنسبة للرجال، فهي تحملت المسؤولية وعم تقوم باعمال البيت. فمع تحملها هاي المسؤولية والعبء كمان صارت اقدر، تمكنت في نساء، نسبة كبيرة من النساء
يعني اكتسبت أدوات جديدة للمشاركة في العمل المؤسساتي، فشاركت مع أنه يعني في مراحل البدايات والعمل البسيط في العمل كالمجالس المحلية في المؤسسات، العمل المؤسساتي في مراكز صنع القرار، إنما بداية وخطوة جيدة. فنحن أسسنا من جديد تجمع المرأة السورية اللي هو تجمع عن المراكز النسائية في محافظة إدلب، ممثلات من جميع المراكز النسائية بهدف تفعيل وتشبيك العمل النسائي وتنظيم العمل الجماعي للمرأة، تبادل الخبرات، تمثيل النساء بكافة المجالات، وتمكين المرأة بشكل عام من أخذ دورة والعمل والمشاركة في صناعة القرار، كما تتحمل أعباء الثورة والتضحية في النضال وفي يعني عم تخسر وعم تقدم يعني عم تخسر الزوج المعيل الأخ الابن، فكمان هي من حقها أنه تشارك في صنع القرار وفي مرحلة صنع السلام وإعادة الإعمار. أشكرك أستاذي. الآن أنت قدمت نظرة شاملة، وأنت حضرتك من معهد الكندي في معرة النعمان، عفوا أنت تجمع المرأة السوري ورئيس مكتب المرأة في المجلس المحلي. رئيس أنت رئيس مجلس مكتب المرأة في مجلس المحلي ورئيس تجمع المرأة السورية. طبعا الأخوات معك، الأخت هوني معك. فقط أنا بدي إضاءة سريعة بأقل من دقيقة عن واقع المرأة في معرة النعمان، ويعني خلينا نقول مدى انخراطها في النشاط المجتمعي. صار له دور كبير، بس صار عنده معاناة كثيرة بالنسبة لمجتمعنا نحن في المرة. كان يعني صارت معاناة بتحمل عبئين، العبء التأمين القوت ومسؤوليتها حمل الأولاد والشغل والطلعة والدخلة، في منهم كتير فقدوا أزواجهم وفي منهم كتير فقدوا أولادهم، فصار عندها معاناتين. يعني أنا بالنسبة لهلا صار عندها سلبيات أكتر، صحيح هي قامت بإيجابيات، عندها صار إيجابيات تحررت أكتر، بس صار عندها معاناة أكبر بكتير بالنسبة للواقع اللي أنا عشته في بلدي. طبعا هذا الواقع ليس مرتبط بواقع المرأة، إنما مرتبط بواقع الحرب. الحرب هي التي أفقدت المرأة زوجة أو ابن أو أخوها. إنه الواقع المرأة أخذته بالحرب مثل الأولي، يعني حتى أنه انعكس عليها كثير يعني سلبيات. لكن أنا مصر على أن أقول أنه هذا واقع مجتمع وليس واقع مرأة. إيه بس أنا ما أنت عم تنزع بتقول لا المرأة. إيه بس انعكس عليها. طيب. هذا قصدي. طيب أنا رح أطرح سؤال الآن بشكل آخر وهو المحور الثاني، ما هي الممانعات المجتمعية التي تمنع المرأة من أن تقوم بدور حقيقي وفاعل في المناطق المحررة؟ علما الآن ووجودكم الآن أمامي شيء بيأكد لي على أن هناك دور أنتم بتقوموا بدوركم، أنتم من مختلف المناطق المحررة في إدلب وجبال الساحل السوري، لولا أن هناك مناخ اجتماعي يسمح للمرأة بأن تقوم بهذا الدور هذا كان يمكن أن تجتمعوا أو أن يكون لديكم منظمات تعمل في هذه المناطق؟ هذا هو السؤال بطرحه. الآن اسأل الأخت اللي هون، أنت من مركز أنامل، هل هناك مركز أنامل يعمل في مخيمات درية، هل هناك ممانعات اجتماعية؟ ما هي الكوابح التي تمنع المرأة من أن تقوم بدور حقيقي في مناطق محررة؟ الوسط الاجتماعي اللي عايشين فيه هناك مخيمات الدري، يعني نحن اول فعالية بتطلع من 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 هاي المخيمات لنعمل، لولا الاخوات من بصمة الجانوديات ما اجوا طرحوا الفكرة على منظمة عثمان بن عفان اللي نحن جايين منها، ما كنا لقينا انه هالدعم او هالخطوة لحد هيك يعني يعملنا دفع لقدام، كوننا نحن بالنسبة لنا عنا سيين ومهموشين ابدا، عنا المرأة مهموشة على الأخير، عنده تهميش مو طبيعي. السبب يعود لعدم السبب التواصل ولا شو السبب؟ السبب يعود الناس الجايين نحن يعني منطقة الجمع التواصل أو كيف بدي أقول لك الأعراف اللي عنا إنه المخلوقة بس لبيتها لشغلة أو إذا طلع لها شغل دعوي. طيب هذا لم يكن واقعا قبل الثورة؟ هذا الواقع لا ما كان فيه. لا أنا من طول عمري عايشة بحمص، يعني جاي من هناك لقيت إنه هناك المرأة بحمص إلى حريتها إلى قرارها إلى فيها تفوت تطلع يعني تعمي دورات، عم إلا بذكرني بأيام زمان وتكنا بنعمي فعاليات شغلات هيك شغلات كل هالدورات هاي نحن نسويها، بس لا ما عم نعملها أبدا. مين عنده رأي مخالف في هذا الرأي؟ مين بيقول غير هذا الواقع؟ الآن الأخوات عم بيقولوا أن هناك ممانعات اجتماعية، ممانعات في كوابح تمنع المرأة حسب الموقع يعني لا نعمم يعني لا حسب البيئة اللي
في بيئات لا المرأة تأخذ، لأن إحنا بمعرض النعمان كنا أخذين حريتنا كتير، التنقل، الروحة، العلم، الثقافة، الممارسة، يعني كل شيء. بس بالنسبة أنا أتكلم الآن بالنسبة للأخت يعني تختلف أعراف عن أعراف، يعني تختلف من بيئة لبيئة. رح أسأل بصمة الجنوديات، واحدة من الأخوات اللي نحن الآن في مكانكم. تفضل أستاذة غروب. السلام عليكم، غروب مديرة مركز بصمة الجنوديات. هلأ الأخوات اللي حكوا هاي الموانع إحنا ما شفناها عنا، الحمد لله عنا فئة نساء متعلمات جدا. بالفترة الأخيرة تم تفعيل مكتب نسائي بالمجلس المحلي، حتى على قبل الثورة ما كان عضو بالمجلس البلدي ما كان في عنا سيدات أبدا. فهي اللي عم شوفه لا أنه هلأ واقع المرأة عم بتمارس يمكن حريتها بالتعبير عن الرأي، توصل لأماكن وحتى بالعمل المؤسساتي، مع أنه هي لازم تدخل كل الأماكن مو بس مجلس محلي، كل عمل مؤسساتي، أعمال الحكومة، المجلس، المحافظة. هاي الواقع اللي عم بيحكوه بيختلف من منطقة لتاني، ما بالضرورة أنه الظروف المخيمات عم تحكمها يمكن ظروف أو قوانين ما موجودة بغير مناطق. خزامة زحلول، عضو مجلس محلي في قرية الجانودية. شهادتك؟ لغة إنجليزي. نحن مجلسنا المحلي للمرأة جديد، يعني إسه على أرض الواقع ما تطبق أبدا، بس يعني رح يكون في القريب العاجل. يعني نحن إسه لحد الآن إذا حكينا في الصعوبات اللي رح تواجهنا أو كذا وهيك ما بنعرف شو هي، لأنه إسه ما اشتغلنا فيها بالأصل. أما واقع المرأة يعني مثلا أنا كمدرسة، إني اشتغل مدرسة مثلا بالنسبة المجتمع اللي مثلا أريح من أن اشتغل في المجلس المحلي أو خذ هاي التجربة بسبب قلة وعي المجتمع تجاه هاي الفكرة، لأنه فكرة جديدة على المجتمع. أما أنا مدرسة فكرة كان المجتمع بتقبلها بصدر رحب، أما فكرة أني اشتغل مجلس محلي فكرة جديدة، وكيف نظرة المجتمع لها رح تكون مختلفة لهاي الصعوبات لأنها يعني رح واجهها، وهي هي النظرة. يعني يعطيك العافية. لأي نظرة بتحكيها أنت هي نظرة كانت قبل الثورة وما زالت مستمرة. لم يحصل تغيير كبير في 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 كروموزومات تفكير المناطق المحررة، لكن أنا لاحظت ظاهرة على أنه الآن معنا أيضا من مكتب المرأة بالمجلس الموحد في جبل الزاوية، وهو عبارة عن يعني تجمع لأكثر من 25 بلدة وقرية فيها مجلس موحد واحد، هو عبارة عن منبثق عن مجلس محافظة إدلب الحرة، فيه مكتب المرأة. هذا شو يعني؟ أنا فاطمة الحجي، مهندسة مدنية من أحسن من جبل الزاوي، رئيسة مكتب المرأة بالمجلس الموحد. سألتني أنه إذا إشو ماذا يعني أن تصل أو تعمل بالمجالس المحلية، هي خطوة أولى لتفعيل دورة بمراكز صنع القرار بالمجالس المحلية كوحدات حكومية مصغرة، تمام؟ فهي عمليا نحن عم مكنا اداريا من هذا الشيء. وقبل كنا عم نحكي قبل شوي انه انا ما بدي امثل المراه بالمجلس لانه هي لازم تكون هونيك، انا بدي اياها لانه بتقدر تكون هونيك. انا ما بدي احط مجموعه من النساء ما لهم دخل بالشيء اللي عم يصير واقول لهم انتم صرتوا بالمجلس، لا انا بدي ناس اذا فعلا هي قادره تكون بهذا المكان فاهلا وسهلا فيها. ما صارت هاي الدورة لأنه ما في إقبال، فالدورة اللي بعدها يما أنا أحرص على تمثيلها مثل ما كانت قبل أنه حي الله لوحة أو شيء تكميلة لمسي أخيرة، لا أنا بدي إياها تكون بالمجلس. إن إحنا ليش هلأ بس سبع مجالس؟ لأنه باقي القرى ما في إلى إقبال على هذا الموضوع، فأنا ما بحسن جيبها ولا تعالى على المجلس. شكرا، يعطيك العافية. الآن أنا بسأل الأستاذة، إحدى الأستاذات اللي موجودات معنا من مركز بصمة الجنوديات، ما هي المجالات التي اقتحمتها المرأة في العمل الاجتماعي في المناطق المحررة ولم تكن تستطيع الدخول إليها قبل الثورة؟ السلام عليكم، ريهام جمعة، خريجة جغرافيا، بشتغل بمركز بصمة الجنوديات. طبعا عمل المرأة من قبل كان طبعا تعليم وتمريض. لا أنا هلأ عم لاحظ، وهلأ بهاي الفترة الأخيرة عم لاحظ أنه المرأة عم تدخل لغير مجالات سواء إدارة، بالمراكز النسائية، بالمنظمات، وهلأ بالمجالس المحلية. يعني حتى بدها توصل بمرحلة لأماكن صنع القرار بالمرحلة اللي هلأ اللي نحن فيها. بس من بداية الثورة هذا الحكي ما كان موجود، بس هلأ أنا عم بحس أنه الوضع عم يتغير هيك بهذا الاتجاه. تمام، يعطيك العافية. أنا لاحظت أيضا موضوع آخر، انتشار ظواهر تجمعات نسائية اسمهم يعني اسم الهيئات النسائية على مساحة المناطق المحررة.
يعني أينما ذهبتي تجدين شيء اسمه الهيئة النسائية في الأتارب، الهيئة النسائية في سراقب، الهيئة النسائية في الجانودية. ليش نحن عم نفكر بهذه الطريقة؟ ليش النساء ما زالوا عم يبحثوا بفكرة الاتحاد النسائي اللي هو تعكس فكرة فصل المرأة عن الرجل في المجتمع؟ ما هي المعاناة واحدة والمصير واحد والتضحية واحدة والنتائج واحدة. أستاذة بشكل عام عن وضع المرأة، أنه يعني وضع المرأة مثلا قبل كان مثلا مختلف، هلأ نحن أنا بحكي عن نفسنا مثلا كفريق نماء التطوعي مثلا بمنطقة جسر الشغور، بقدر أقول شغلة أنه يمكن قبل ما كنا نقدر مثلا نقوم مثلا بهذا العمل كفريق، أنه نحن مثلا كفريق شباب وبنات بكل أريحية مثلا عم نمارس نشاطاتنا مثلا الترفيهية على مستوى مثلا الأطفال أو ما بعرف، يعني من قبل ما كان يمكن عنا هاي الحرية المطلقة ربما أنه أو نعبر عن رأينا مثلا بهاي الحرية. يعني أنا ما بعرف إنه المرأة بالنسبة لمنطقة جسر شاركت بكتير، رغم إنه الصعوبات شاركت بكتير أمور مثلاً حتى بالحراك الثوري، بهلأ الوضع اللي نحن فيه مثلاً عم تحاول إنه تتقدم وتعبر عن رأيها بشكل أريح من قبل. فكرة الهيئات النسائية اللي الآن بدأت تظهر على مستوى أفق المناطق المحررة، هل يعني أن المرأة ما زالت تناضل على جبهة المرأة؟ تحرر المرأة من سلطة الرجل كما كان سابقا، أم أن واقع المناطق المحررة الآن اختلف والكل مظلوم والكل مضطهد الرجل والمرأة؟ أنا برأيي قضايا المرأة عموما وقضايا المرأة في ظل الثورة خاصة لا يمكن مناقشتها إلا من خلال نتائج الثورة وأهداف الثورة. يعني المرأة مو ممكن تحصل على حقوقها إلا إذا حصل حرية المجتمع بشكل عام، بظل يعني حصل المجتمع على حريته كان مرأة أو رجل. فإذا ما صار نظام جديد بحقق العدالة المجتمعية للمجتمع بشكل عام، المرأة ما بتقدر تحصل على حقوقها. فمن قبل كان النظام نظام الشمولي، فكان هو يعني عم يظلم المرأة والرجل، ما في لهم حقوق، وما زلنا للآن عم نعاني من آثار وترسبات هذا النظام. فحقوق المرأة بنحصل عليها من خلال نظام جديد عامل عادل بحقق العدالة للمرأة والرجل. بنفس الوقت انتشار الهيئات النسائية بهالوقت هاد فهو ما يعني موشي غلط أبدا، لأني في معيقات كتيرة لعمل المرأة ومشاركتها، منها معيقات اجتماعية، العادات، التقاليد، أحيانا عم تكون معيقات من داخل المرأة ذاتها. فمثل ما ذكروا مثال إخواتنا في البصمة إنه وقت اللي حبوا تشارك المرأة في المجالس المحلية أحيانا المرأة هي ما كان عندها تقبل، يعني هي ما الفكرة ما هي متقبلتها، أحيانا تكون معيقات داخلية كلها ناتجة عن آثار وعادات اجتماعية. أيضا في الأمية إلى دور، وخاصة هلأ الأمية عم تنتشر هلأ بين النساء في مناطق من حلب، يعني حكوا معي من فترة قريبة إنه بدأت تنتشر بشكل كتير كبير الأمية، فهاي الأمية عم تشكل إعاقة لمشاركة المرأة في صنع القرار. فبرأيي من هالناحية هاي بس فقرة صغيرة، إنه مشاركة المرأة ضمن هيئات بكون محافظ إلها، فوقت بتكون ضمن مكتب مرأة مثلا عم بتكون حافظ للمرأة إنه تشارك ودافع إلها أكبر. في عنا مشاركات مثل بدول كألمانيا مثلا أحزاب نسائية، هاي بسموها التمييز الإيجابي للمرأة اللي ما هو أبدا غلط، فهو دافع إلها لتشارك وتكون مشاركتها فعالة. شكرا لك، أغنيتي الموضوع حقيقة. بدي أسأل نفس السؤال للأخوات اللي موجودات من سرائب. تجربة سراقب يعني تجربة غنية وجديرة من أنه لأنه نحن نسلط عليها الضوء في الثورة. تفضلي أنت أول أخت. هيفاء المحمود، مديرية تجمع أشراقة. صراحة فعلا مثل ما حكت الأخت هدى أنه أغنية الهيئات عمل المرأة والتجمعات بشكل خاصة، كتير انظلموا من بنات اللي ما كملوا جامعات، اللي وصلوا لسنة ثالثة وسنة رابعة لقوا وشافوا أنه التجمعات النسائية والهيئات النسائية مكان آمن لهم لنشاطاتهم، كانت تعليمية وكانت ثقافية وكانت حرفية، فأخذت دورها بشكل جميل جدا في سراقب وكان فعال بشكل كبير جدا. مين بيحكي لنا عن واقع تعليم المرأة سواء في المخيمات أو في غير المخيمات؟ مين هون معنا من المخيمات؟ تحكي لنا عن واقع تعليم المرأة في المخيمات. كان قبل محدود أكثر من وقت أنشأنا تم إنشاء المخيم، ما في إنه هالكتير تركيز على تعليم المرأة.
السنة هاي تم إنشاء مدرسة عثمان بن عفان بمخيمات الدري اللي يعملوا إنه يقللوا من هاي محل أمي للمرأة، مو للمرأة بشكل عام بشكل إنه خاص لكل الفئة العمرية، بس ركزوا على إنه الفتيات يتعلموا، وصار إذا صار أي تسرب يعطون تنبيه أول تاني ثالث ليلتحقوا، يرجعوا يلتحقوا بالمدرسة. صار في حالات تسيب بس يعني قدرنا نستوعب القسم الأكبر من الفتيات. في كان منهم عم نواجه صعوبة إنه بنت لازم تكون صف سادس ما بتعرف تقرأ وتكتب، عملوا لهم دورات محو أمي، بعدين ردوا رجعونا للصفوف تاعيتهم بحيث كانوا بيعرفوا يلموا بالمبادئ الأولية للقراءة والكتابة وهيك، يعني عم نسعى. ولكن يبقى السؤال، هل هو واقع المناطق المحررة اللي فرضوا طبيعة العلاقات الاجتماعية والأفكار والقيم والأخلاق، ولا هو طبيعة الحرب، مشاكل الحرب هي التي منعت المرأة؟ أكيد إجبار، يعني إنه هلأ هي طبيعة الحرب هي اللي سببت هيك. يعني طالب هلأ مثل ما بتقول مؤسسة عثمان بن عفان المدرسة عملوها من شيء ولا شيء، وساووها وعملوها وصاروا يعني يدعوهم دعوة إنه تعالوا تعلموا ودرسوا. الحرب هو السبب، اليوم في طيران منا رايحين، اليوم في قصف منا رايحين، يعني هذا هو السبب، مو انه السبب انه ما كنا متعلمين. في حدا بيقدر يعلق على هذا الموضوع؟ في حدا بيقدر يعلق من الاخوات؟ تفضل. هلا نحن بالنسبه لمنطقه جسر الشغور ما لاحظنا انه الموضوع مثلا انه الحرب او الازمه اللي مرينا فيها مثلا اثرت على موضوع التعليم بالنسبه لاطفالنا. رغم كل شيء صار، ولكن انه حتى مدارسنا ما وقفناها لفترات محدوده وقت الازمه، يعني وقت يعني كثير كنا مضطرين انه صار في كثير ضغوط مثلا من الطيران او كذا على البلد. ولكن هلا بالنسبه لانك كمدارس مفتوحه، حتى بالنسبه لمحو الامي نحن عم نتبع هذا المنهج. بالنسبه لفريقنا ما عم نشتغل على موضوع ابجديتنا، مشروع ابجديتنا هو محو امي تماما، يعني حتى نحن لحد العمر 45 50 سنه عندنا بهي المدرسه عم يحاولوا لسه يجوا انه لحتى يتعلموا، انه نحن جايين نتعلم، ما وقف التعليم. يعني بالنسبه لنا كمنطقه جسر الشغور بتصاعد بالنسبه للتعليم. اشكرك استاذه. هناك يعني سؤال كان يجب طرحه منذ البدايه، ما هي فائده هذا الحوار الآن بينكم أنتم كسيدات؟ لماذا يعني أقمتم هذا الحوار؟ السؤال بيطرح نفسه أيضا، هل هذا النشاط اللي أنتم عم تقوموا فيه الآن هو في إطار نشاط مجتمعي أم نشاط ثوري؟ أستاذ غروب. نشاط مجتمعي ثوري، يعني نحن لو ما الثورة ما قدرنا نعمل هاي التجمعات بالأساس، ما تعرفنا على بعض. مجتمعي، نحن عم نحكي بالأخير بقضايا مجتمع، قضايا نسائية حتى ممكن تخص الشعب المحرر، المناطق المحررة مجتمع. كمان أخذنا من مناطق ريف اللادئي، يعني كل قضايا مجتمعية، ما حبينا نحكي بمناطق إدلب، مناطق اللادئي. هدف هذا التجمع نحن لنتعرف على بعض، نشبك بين بعض، ننقل الخبرات. أنا عم أقوم بنشاط ما سمعوا فيه أهل الساحل أو أهل المخيمات، يعني بيننا وبين سد الدري ما في ربع ساعة، ما بيعرفوا بهيك تجمعات، بيفتقروا لهي التجمعات، بيفتقروا لأنشطة نسائية بتخص كل المجالات، ما بس بمكتب تعليمي أو مكتب الدعوي. حبينا أنه هاي الفكرة تتعمم وتصير بأكثر من منطقة لنقدر نحن نستفاد، ما بس سجان ودي، ما بس المخيمات، ما بس تجمع المرأة، كل المناطق يصير في تعاون بين بعض. بالنهاية لازم نوحد كلمتنا، لازم نوحد العمل ونوحد الصف. أشكرك أستاذ غروب. أنت يعني مديرة مركز بصمة جنوديات التي نظمت هذه أو هذا الحوار، لكن السؤال الأخير وفي دقيقتين بس، ماذا تريد المرأة في المناطق المحررة في المحصلة في النهاية بعد كل الذي جرى بعد 7 سنوات من الثورة؟ ماذا تريد المرأة في المناطق المحررة؟ ونريد جواب. تفضلي. بالدرجة الأولى بتريد المرأة الهدف اللي طلعت مشانه الثورة واللي قدمت كل هالتضحيات من أجله، إسقاط النظام، استبداله بنظام عادل بيحقق الحريات للجميع وبيحقق حقوق المرأة ومشاركتها الحقيقية في بناء المجتمع وصنع السلام. كلام جميل ورائع. في حدا بيقدر يعطي جواب آخر؟ ماذا تريد المرأة في مناطق المحررة الآن؟ أستاذة غروب.
نوصل واقع المرأة إن شاء الله، نوصل لأماكن ما بس مجالس محلية، ما بس مجالس محافظة، لكافة عمل المؤسسات تكون إيد بإيد مع الرجل. ما حدا يفهمنا أنه نحن النساء لازم تكون قياديات، تأخذ دورة لأنه هي عن جد فعالة قادرة للبناء وقادرة أنه تعطي. بالثورة في مقولة: لم تعد التأنيس في الثورة لم تعد الأنثى تأنيس، أصبحت سائرة، أصبحت حرة، وعن جد أصبحت فعالة. أم جميل، برأيي المرأة لازم تأخذ حريتها بالعمل، بمساندة الرجل، بموقعه بالمؤسسات الموجودة بالمنطقة، يعني لازم تأخذ دور فعال بهالشغلات هذه. وأهم شيء أنه تسعى للسلام، إلى دور كبير بهالشيء. يعني المرأة الآن في المناطق المحررة في المحصلة بعد 7 سنوات من الثورة وتحمل كل هذه المصاعب والكوارث والأهوال التي وقعت على عاتق المرأة ورجل، الآن تريد السلام. 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 طيب سؤال أخير للأستاذة هون اللي ما سألناها ولا مرة، ماذا تريد المرأة في المناطق المحررة؟ المرأة تريد كمان أن يحل السلام ويعم على كل البلد، وأن ترتقي لأفضل يعني من مكانة قبل الثورة. تثبت حالة، يعني كونها هي مرأة بتحسن تربي أطفال وتطالع جيل واعي، يعني مثلا أنه بما أنه هي مو نصف المجتمع، يعني كل المجتمع. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الجولة السريعة والتي كانت عبارة عن حوار مفتوح مع سيدات ناشطات مجتمعيات في عدة أماكن في المناطق المحررة، سواء من محافظة إدلب، مدينة وريف، أو من جبال الساحل السوري، وجدنا أن المرأة ما زالت تعيش تحت ضغوط اجتماعية وضغوط، أيضا ضغوط الحرب، ضغوط الحياة، فقدان الزوج، فقدان الأخ، فقدان الأبن، فقدان فرص العمل، النزوح والتهجير. لكن معظم السيدات اللواتي قابلناهم هنا كانوا يحملون إصرارا عجيبا على الحرية، على إسقاط النظام، على المساهمة الحقيقية في بناء مجتمع جديد، مجتمع الحرية في سوريا الحبيبة. تابعونا في جولات جديدة في مناطق محررة جديدة في سوريا الحبيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.